كم بطوله مع النادي الاهلي يا كابتن؟ كتير جدا. كتير بس ما فيش سنه ما كناش بناخد فيها. بس هو افضل بطوله فيها افريقيا. افريقيا طبعا. لان احنا طبعًا. كنا بعاد خالص عن افريقيا 82 وما كناش بنخش افريقيا، وكانت الفكره بتاعتنا عن افريقيا، مش الفكره بتاعتنا احنا، فكره البلد كلها ان افريقيا يعني الداشنج والناس هناك بتقعد تضرب وتعمل فيها وبتاع مش عارف ايه، فكنا بعاد عن افريقيا. وطبعا ده كان خطا جسيم بالنسبه لنا، وده اللي اخرنا يعني، اخرنا كمنتخبات او انديه ان احنا ناخد افريقيا. اكيد ان ده كان ليها دور كبير جدا في هذا التوقيت يعني. كابتن مختار، كره القدم زمان كانت، او على اللي احنا شفناه واللي احنا درسناه حتى خلال الفتره الاخيره، ان كره القدم زمان مختلفه تماما 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 عن دلوقتي، على الرغم من انها في النهايه هي كره قدم. نعم. ايه الاختلافات من وجهه نظر كابتن مختار، الراجل اللي عمل كل حاجه كلاعب والراجل اللي عمل كل حاجه كمدير فني؟ اكيد يعني ايه، في طرق في اللعب كتيره اكيد مختلفه. القوه والسرعه كانت زمان يمكن اقل بشويه، عشان كده اللي كان عنده سرعات زمان كان يبقى مميز جدا جدا. أوكي. جدا. دلوقتي لازم اللي ما عندوش سرعات دلوقتي ما حدش بيبص له. اللي عنده سرعات زمان كان له دول وله تميز وله تواجد هايل جدا جدا في فريق. وديت يمكن يعني ميزه بعض اللعيبه فيها يعني، وديت برضه انا يمكن ديت يعني ساعدتني بشكل كبير جدا ان انا كنت يعني سرعة. بتعامل انا مش يعني انا مش سريع من غير كوره، البرجل واسع. لكن يعني في عموم الشغل ادائي كان فيه سرعه، ودي كانت مسهله لي وكانت مخليه الامور عندي يعني فيها ايجابيه بشكل كبير جدا. اكيد الزمان الدنيا يعني ترتيب الشغل حتى كان اقل بكثير من دلوقتي. دلوقتي كره القدم بقت صناعه، تفاصيل. احنا واحنا بنلعب كان الصناعه بس على يعني ايه يعني كانت لسه البدايه كده. بدايه كده يعني مش زي دلوقتي. في حاجات كتيره جدا 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 دلوقتي الفرق اقل فرق بتعملها يعني، الاهتمامات بتاعه الفرق ما كانتش موجوده بالشكل بتاع يعني. اقول لك مثال فضل. حاجه فضل. احنا كنا زمان يوم الماتش كلنا بنبات في بيوتنا. يعني ما كانش في تيجي على الماتش يعني، ما كانش الماتش في الساعه 3. ما فيش فكره ان انت يبقى في معسكر في وبتاع. لدرجه ان انا كنت انا يمكن لما رحت النادي الاهلي الحمد لله كان معانا مجموعه كويسه جدا، وكنا متلمين بشكل كويس قوي، متلمين مع بعضينا من غير النادي. يعني كان زمان في وقت من الاوقات كان يجي كنت انا وعامر وماهر وحمدي جمعه وجمال عبد الحميد لما كان معانا ورمضان، احنا كنا على طول مع بعض. كنا بنبات مع بعض، كنا يعني عايشين تقريبا مع بعض. في اوقات كتير جدا كنا عايشين شطه والخطيب كانوا الاثنين ساكنين في عماره واحده. فكنا متواجدين على طول في عند الخطيب عند شطه فوق، فكلكم تعتبروا مع بعض. كان يجي الكابتن فؤاد شعبان الله يرحمه يقول لي ما تاخد، يعني هو عايز حد يقول لي ما تاخد ده معاك شويه، خليه معاك شويه. فيعني احنا يعني كنا بنروح، انا كنت بروح البيت عندي في بيت ابويا وامي اغير هدومي بس قبل وامشي. الجواز وقبل الكلام. قبل الجواز ما كانش في جواز، فكانت الدنيا يعني بالنسبه لنا مختلفه. اوكي. عكس دلوقتي كل الفرق دلوقتي يعني عندها معسكرات وقبل الماتش مستني، وحتى بصراحه طرق اللعب افكار المدربين يعني احنا كنا زمان بنلوح في يعني على الغداء. الغداء بتاعنا كنت تتخيل ايه؟ بناكل يعني حته لحمه مشويه وسلطه وخلاص، هو ده الاكل. ومعانا مدربين كبار. الدنيا مختلفه، ده كلام غلط صحيح. انا عشت سنين طويله كده. الدنيا دلوقتي غير كده. ان هل انا هلعب انا محتاج ايه؟ محتاج طاقه. صح. دول ما يدونيش طاقه، بياخدوا منك ده الطاقه انا محتاجها من حاجات تانية. صحيح. اللي هي دلوقتي بقت الايه الناس عايشاها وبتعملها وبتشتغلها. النظام الغذائي الافكار بتاعت التدريب نفسها. أوكي. اكيد ان يعني ايه اتقدمت بشكل كبير جدا. جدا جدا. احنا دلوقتي بنتمرن كل يوم، لما في اوقات لما بندي اجازات بنديها يعني بحذر لكن الاول الدنيا سهله يوم ويوم. لا
لا يعني مش يوم ويوم، انما كنا يعني الطرق التدريب اصلا كانت برضو اقل بكثير جدا من اللي احنا فيه دلوقتي. دلوقتي الدنيا اتغيرت بشكل كبير جدا في مجال الرياضه. على فكره دي مش في الكوره، ده في كل الالعاب صحيح، يعني حصل لها نقلات كبيره جدا يعني. فده كمان اللي عامل النقله الكبيره جدا جدا بالنسبه للفرق وبالنسبه للاداء وبالنسبه للقوه والسرعه اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الفرق طبعا وفي اللعيبه.